كريم، خدينا ختمات، خدينا نصائح، خدينا كذلك معلومات على اشياء نديروها واشياء اخرى نتفاداوها، وتبعنا واحد النظام اللي نتمنى ان شاء الله كلنا نكونوا استفدنا منه. قلنا ان في هاد الفرصه هذه ديال صحتي في ماكلتي غادي نحاول نصحوا اخطائنا، نصحوا كذلك عوايدنا، نصحوا ايضا بعض نظام الاكل اللي كيكون ماشي هو هذاك. فبغينا ان احنا نشوفوا واش فعلا طبقنا هاد الامور ولا لا، ومن بعد رمضان ان شاء الله كلنا مقبلين على عيد الفطر سعيد. هاد الاجواء فعلا كاين عيد، كاين فرحه، ما كاينش مشكل، نقدروا نشوفوا مع سينا باش نسمح لنا كل الحلوه ونسمي داكشي الاخر ولا لا. ومن بعد العيد، من بعد العيد اش غادي يوقع؟ واش غادي نكملوا على نفس النظام ديال الاكل ديالنا اللي تعودنا عليه طيله رمضان، اللي كان صيام واللي كانت وجبات محسوبه معموره وكانت نوعيه كذلك من الاكل اللي كانت خاصه؟ دابا جا الصيف، جا نهار طويل، جا كذلك ارتفاع درجه الحراره، كيفاش غادي نعودوا الجسم ديالنا على التغذيه ونبقاو دائما محافظين تغذية تكون سليمة وصحيحة؟ نبيل السلام عليكم. وعليكم السلام. مبروكه. اخبارك؟ الحمد لله. صحه لاباس؟ داير مع رمضان؟ الحمد لله مزيان والله. لا مسخينا به. سي فغي رمضان صراحه واحد الضيف عزيز ملي كيقرب يمشي كتولي تبقى فينا الحال ياي، بحال واحد الحزن واحد الضيم واحد حسره انه غادي يمشي ويفارقنا. ايوا الله يطول في العمر نوصلوا رمضان العام الجاي ان شاء الله. يا ربي امين. قلنا صحتي في ماكلتي من خلال العنوان ديالنا، من خلال الجينيريك كذلك، هي فرصه ان نعاودوا فيها كذلك تقاليدنا ونجدوا كذلك فيها فرصه ان احنا الاخطاء اللي كنديروا وما ادراك ما الاخطاء. كل نهار قصص وحكايات، هذه ما خصهاش تكال، هذه ماشي التوقيت ديالها المناسب، الوجبات اللي كانت كتجي مقاربه. وقلنا انه فتره ديال الصيام هي فتره ديال التخلص من السموم من الذات، ماشي فرصه ديال الزرود وديال الشيوات ديال الماكله. نعم صح صح. هو اكيد ان المده ديال 30 يوم هي مده اللي ماشي سهله. اكيد ان الجسم خدم مجموعه من العادات، وكاين هناك يعني بعض الامور البيولوجيه اللي تتوقع داخل الجسم في هذه المده ديال 30 يوم. فبين منها اننا يعني الجسم ملف انه ما تدخل حتى شي حاجه بالنهار وتياخذ الماكله بالليل، ان الجهاز الهضمي ديالنا طيله اليوم هو في فتره راحه. فهذه كلها امور اللي الجسم تيكون ولفها. والمشكل اللي تيوقع ان مباشره يعني بين عشيه وضحاها غادي نجيو وغادي نبدلوا كل شيء وغادي نقلبوا كل شيء وغادي نوليو تناكلوا بزاف في النهار وتناكلوا بزاف بالليل. اكيد فهذه نقط اللي خصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الجهاز الهضمي ديالنا ومع الجسم ديالنا باش ما نطيحوش في بعض المشاكل. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه هو الان غادي يخرج يعني رمضان، وحنا الان في فصل الصيف. وفصل الصيف هناك مجموعه من النقط ومجموعه من الامور في الجانب الغذائي اللي خاصنا نحققوها مع الجسم ديالنا. لان الاختلاف، وهذه دائما النقط اللي تنأكد عليها، ان الاختلاف في النظام الغذائي ما بين الفصول هو له حكمه ديالو الله سبحانه وتعالى. يعني ملي نفرق الاغذيه اللي كاينه في فصل الشتاء ماشي اللي كاينه في فصل الخريف، ماشي اللي كاينه في فصل الربيع، ماشي اللي كاينه في الصيف، فكاين هناك اختلاف كبير في الاغذيه. فاكيد هناك حكمه من هذا الامر هذا. فالان يعني احنا تنعرفوا بان الاحتياجات ديال جسم الانسان في فصل الصيف ماشي نفس الاحتياجات في فصل الشتاء ولا في فصل الخريف. فالاحتياجات تختلف. داكشي علاش ان حتى الاغذيه اللي تلقاو في فصل الصيف ماشي هي الاغذيه اللي غنلقاو في فصل الخريف. كل دابا غنيه بسوائل، كلشي فيه الماء. نعم، لان الاحتياجات ديالنا في فصل الصيف هي احتياجات خصوصا بالنسبه للاملاح المعدنيه وبالنسبه للماء ماشي للطاقه. فصل الشتاء مثلا، فصل الخريف، فصل الشتاء تيكون هناك انخفاض في درجه الحراره، فالجسم تحتاج الى تيخصو طاقه، تيخصنا طاقه باش نجيو. داكشي هذيك الوقيته تلقاو زيت الزيتون، تلقاو القطانيجات الى اخره الى اخره. ما عليناش. فالان غادي يخرج رمضان، كاين اللي خدا بعض العادات اللي هي في رمضان واللي هي عادات اللي هي مزيانه اللي خصنا نحافظوا عليها من بعد رمضان. هاد العادات غادي نرجع لها من بعد، ولكن انا ما بغيت الناس يحققوا اهداف اخرى من بعد رمضان ويمشيو في الاتجاه ديال انهم يخليو واحد المفهوم ديال الصيام في النظام الغذائي ديالهم، يخليو واحد شويه ديال الصيام، واحد الرابعه ولا نص كيلو ديال الصيام يبقى. انا ما تنهضرش على الصيام الديني، ما تنهضرش على الاجر، تنهضر على الصيام العلمي الصحي البدني. ما معنى؟ معنى ان الان احنا دابا كاين اللي تياخذ وجبه واحده في النهار، صح ياك؟ واش وقع شي حاجه؟ واش سمعتي شي واحد مات بالجوع؟ واش سمعتي شي الحمد لله بخير وعلى خير. يعني الفكره اللي بغيتي توصلنا هي ان بعد ان شاء الله شهر رمضان نحافظوا على نفس الفكره ديال ان احنا شويه نعطيو الراحه للجهاز الهضمي ديالنا. راه ضروري نصوموا شويه، ضروري هاد الراحه. ماشي ضروري اننا غنبقاو صايمين تا مورا رمضان، لا، ولكن راه ماشي ضروري ناكلوا ثلاث وجبات في اليوم. فهو ثلاث وجبات مثلا نكتفيو غير بوجبه واحده ولا
جوج كاع جوج راه يمكن الاداء دابا انا تنقول لك دابا في رمضان دابا الناس خاص هذه الفكره تبقى عندنا ماشي خروج رمضان ودوروا الصفحه خاص تبقى عندنا دابا حنا تنهضر انا وياك ربما كاين اللي تيسمعنا دابا فيه الجوع وشنو من بعد كاينش مشكل اشنو تيدير غيصبر وغيجيب بينا المغرب ويجي المغرب غادي ياكل ولكن واش وقع شي مشكل ما وقعش مشكل بالعكس هناك افاده داخل الجسم ديالنا هناك افاده ان الجسم يخلص تنخلصوا الاعضاء ديالنا من السموم وهذه النقطه اللي بغيت نرجع لها هي النقطه ديال التخلص من السموم ولا لا ديتوكس اللي تتوقع اللي خصها تكون في هذا الفصل ديال الصيف لان الناس خاصهم يخرجوا هذا السموم في فصل الصيف وغادي نرجع وغادي نقول علاش فهاد من بعد رمضان ممكن الناس يصوموا بالماء مثلا اكثروا فقط غيشربوا يشرب الماء الناس اللي ما قادرينش يصوموا 100% يشرب الماء بصح حنا في هذه القضيه كاين بزاف الاشخاص اللي كان في الفتره ديال الصيف من خلال العدد ديالهم بلا ما يديرها هي هذه القضيه والمارسه تتكون عند الله ما تتكونش عنده شهيه بعدا تيقدر شي ياكل تيكون يمكن في الوجبه ديالو داك الشيء الخفيف هاش ليضه خفيفه سوائل مزيان غير هي ما خصهاش عاوتاني تنطيحوا في النتيجه العكسيه ديال اننا ما غناخذوا والو وما غنعطيوش الجسم الطاقه ديالو انا غير تنقول يكون واحد الوسط واحد الحل الوسط مثلا نقدر نفطر الصباح مثلا نفطر الفطور ديالي عادي نورمال بخير وعلى خير ولكن واش ضروري نتغدى مع 12 ولا مع الوحده راه ماشي ضروري راه نقدر نبقى نتغدى حتى الاربعه ولا الخمسه ديال العشيه عاد غنتغدى ما بيناته وما بين هذاك الفطور والغدا نقدر ناخذ الدلاح مثلا نقدر ناخذ البطيخ مثلا نقدر ناخذ فواكه نقدر ناخذ شناده بصله ومطيشه ولكن ماشي ضروري ناخذ وجبه حيت للاسف تلاحظوا فصل الصيف كاين هناك سفريات كاين هناك اكل خارج البيت الى اخره فالعباره عن ما تنبغيش نسمينا الوجبات خفيفه لان ماشي خفيفه ربما خفيفه في الوزن ديالها ولكن في المكونات الغذائيه وفي السعرات الحراريه ديالها راه ما خفيفاش راه غنيه بزاف السعرات الحراريه راه يقدر يكون ان همبرغر فخيت موناضا فيه سعرات حراريه اكثر من طاجين فباش هذه الوجبه الفكره ديال وجبه خفيفه حتى بعد انا بغيت نشري واحد تنشوف دابا في, في 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 الانترنت هاد في رمضان حيت كلشي تيدير وصفات وداك الشيء هما غير قصد ربما كاين اللي تيقول وجبه خفيفه حيت توجدت بسرعه ولكن بقيت تنشوف انا ديك الوجبه خفيفه كل واحد كيفاش غيسمعها ملي تيجي تعطيني وجبه خفيفه فيها الزبده وفيها الشوكولاط وفيها السكر وفيها ولكن راه مكتوب العنوان خفيفه فهمتي هذوك الوجبات السريعه هذوك دونك خفيفه كل واحد كاين اللي خفيفه بالنسبه له حيت ما خفيفاش فهنا ديك لي ساندويتش اللي تمشيو ناكلو على برا ولا راه وجبات اللي هي غير خفيفه في السعرات الحراريه ديالنا فقلت ان الاغلبيه الناس تيمشيو في هذا الاتجاه والذهاب في هذا الاتجاه بطبيعه الحال هو مساله اللي هي مضره فلان تنسمحوا في الاغذيه اللي هي ديال فصل الصيف وفصل الصيف فقط للاشاره هو فصل ديال 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 الفواكه ماشي فصل الخضر راه البطاطا راه ماشي فصل الصيف واخا هي ماشي خضره اصلا شوف انا صحه نصحنا نكثروا من الفواكه حيت الفواكه اللي تتكون والاختيار الفواكه اللي تيكون فصل الصيف ما تيكون في حتى شي فصل اخر صح كيكون عندك اختيار كثير اختيار كبير هاد الدلاح الخوخه الشديه ها البطيخه السميله ها المشمش ها البرقوق ها العنب ها الهنديه ها الكرموس فهناك اختلاف اولا اختلاف كبير والاغذيه اللي تتكون كذلك في هذا الفصل هذا ديال الصيف هي اغذيه اللي وخصوصا هذه الفواكه عامره بالاملاح المعدنيه وخصوصا عامره بالبوتاسيوم باش نديروا ونحققوا الهدف من التنقيه ديال الجسم ديالنا اللي بديناها في شهر صوم اللي بديناها في رمضان لهذا فإلى حيت التنقيه تتم عن طريق اربعه ديال الطرق يا اما عن طريق العرق دونك خصنا نتمشاو باش نعرقوا عن طريق لا ريسبيراسيون ميسيو ملي تنتنفسوا تنخرجوا هذا من بعد كاين هناك عن طريق عزكم الله التبول وكاين عن طريق الخروج ديالنا فعن طريق التبول كاين هناك الماء زائد ماده البوتاسيوم اللي هي ماده مديره للبول وتنخرجوا السموم ديالنا كاين هناك عن طريق الخروج هنا خصنا نزيدوا في الالياف الغذائيه عن طريق العرق تي خصنا نتمشاو وتي خصنا نشربوا الماء بزاف الماء والاملاح المعدنيه والالياف الغذائيه هادو بثلاثه بهم عناصر مهمه واللي كاينه في الفواكه ديال فصل الصيف يعني انت تهضر على الدلاح مثلا هو جامع لك الاملاح وجامع لك الماء وجامع لك الالياف الخوخ لا ميم شوز الشهديه لا ميم شوز المشمش لا ميم شوز الباكور لا ميم شوز الكرموس لا ميم شوز العنب لا ميم شوز هنا كاين كذلك واحد النقطه خصنا نشيروا لها اللي هو الاعتدال في تناولنا لهذ الامور هذيك بطبيعه الحال حنا ما ماشي الناس غيسمعوا الدلاح بداو ياكلوا غير الدلاح حنا ما تنهضروش على الدلاح في النهار ولكن راه يمكن لي ناكل خمسه د المرات في النهار مثلا يمكن لي مثلا مع العشره غناخذ شهديه يمكن لي في الغداء غنتغدى بأون سالاد دو فخوي مثلا يمكن لي في العشيه غناكل طرف ديال البطيخ ويمكن لي بلي ناخذ طرف ديال الدلاح غادي ندير الدلاح انا غادي نرجع لك واحد انتقالي القديمه اللي كانت خصوصا
الناس الباديه ودابا وقت الحصاد ووقت اي قضيب باش اللي كاين تياخذوا الدلاحه وتدوزوها مع الخبز. نعم احسن ما كاين. مزيان بطبيعه الحال. مزيان بطبيعه الحال. مزيان راه شوف راه انا قلت لك فصل الصيف انا عمري ما فهمت القضيه. ماشي فصل ما فيش ماشي فصل كاين الدلاع تتكال بالخبز وكاين الهنديه تتكال بالخبز. الوغ فصل الصيف ماشي فصل الاكل. ماشي فصل بطبيعه الحال ممكن يكونوا الزرود يكون العراس الى اخره ماشي مشكل ولكن ماشي يوميا غنعيشوا في ذاك لي ساندويتش ولي فريت والمناضة ولي ساندويتش فريت المناضة طيلة اليوم وتتلقاه ربما لا يستفيد من هذيك الأكلات ديالو اللي هي ديال فصل الصيف اللي هي الخضر اللي هي الفواكه عفوا. فالناس مثلا الحمد لله اللهم لك الحمد الله يدوم نعمة الحمد لله الخير موجود في المغرب والثمن موجود الحمد لله. دابا الدلاح ساوي 3 دراهم 4 دراهم الكيلو الحمد لله وهذا وقته فهمتي هذا وقته. فالدلاح كاع غتساوي لك واحد 30 درهم ولا 40 درهم. راه الا مشيتي تشري شاورما تشري شاورما بفريد ديالها ب 40 درهم اما احسن دلاحة اولا ساندويتش بطبيعه الحال. ما كاينش اللي غيقول هذا بطبيعه الحال دلاح احسن. فهذيك الدلاحه المنافع ديالها في هذه الوقيته ديال فصل الصيف افضل بكثير بالمنافع ديال هذاك الساندويتش اللي هو فيه ضرر واللي 100% فيه ضرر في حين ان الدلاحه ما فيهاش ضرر. عطيت مثال بسيط جدا. فنفس الشيء بالنسبه للبطيخ نفس الشيء بالنسبه للخوخ نفس الشيء بالنسبه لشيء كل واحد يشري اللي بغى. غير هو نعتمدوا بشكل كبير على هذه الاغذيه ديال فصل الصيف. الوغ المهم هذا موضوع اللي نقد نرجع ليه من بعد ولكن دابا تيجي جي بلس ان ذاك نهار العيد هذاك بوحدو هذاك تنصورك عليه نعم. اللي هو ذاك الصوار ديال نهار العيد نعم. ودارهم اللي كانوا شويه كانت تبادلوا زيارات مع بعضياتها تيقول لك خصك يدك دار خصك دير يديك الا باش تجيك اتي وما درتيش ذاك البغرير ولا السمنه كانك درتي الشيكي وما كليتي شيء نعم. كي غندير وصباح سبحان الله تكون الشهيه ما كايناش لان الجسم باقي طبيعه الحال بانوا راه اليوم راه كاين العيد طبيعه الحال. هذا هو المشكل سكو غنرجع لك لهذ الخفيفه حيت تنجيو النهار الاول النهار اللي من بعد رمضان وتنزلوا بشكل كبير على الجهاز الهضمي ديالنا اللي هو كان مولف انه مرتاح وتنزلوا باغذيه اللي هي غنيه بالسعرات الحراريه ربما الحجم ديالها صغير ربما الكميه ديال الوزن ديالها خفيف ولكن السعرات الحراريه فيها كثيره حلويات بطبيعه الحال يعني ملي تهضر على الحلويات راه فيها سعرات حراريه كثيره وتتبقى ذوقي وحيده لا زيدي وحيده من هنا لا ما يمكنش لا ما خاصك والدار تذوق فيها هو مزيان هو الكرم من شيام المغاربه والجود من شيام المغاربه هذه مساله حنا تنعرفوها ولكن خاص الانسان يضرب ويقيس خاصو يسمع كما على قلتي اول حلقه قلنا خاصنا نسمعوا الجسم ديالنا فنفس الشيء تيخصنا نسمعوا الجسم ديالنا. البارح درنا واحد ماشي فطرت مع شي اصدقاء عزاز وتنفطروا وتنهضروا وبدينا بشويه ديال الدلاح شويه حب الملوك شويه البطيخ ودزنا واحد شويه ديال الصلاد من بعد واحد لقيتها كم انا دابا نقدر نحبس دابا تدير الجسم ديالي الا سمعت ليه غنحبس شبعت شبعت تحس براسك شبعتي يعني اون فوا تتبدا غتاخذ ديك شويه ديال غتحس براسك شبعتي نهار العيد راه تيخصنا نديرو نفس الشيء وماشي غير نهار العيد نهار العيد ونهار ثاني عيد وشهر ديال العيد وشهرين مورا العيد وعام مورا خصنا نديرو نفس الشيء خصنا نتعاملو بنفس الطريقه لان الجسم ديالك تيهضر معاك سمع ليه الجسم ديالك بغى ينعس سير تنعس ما تشربش قهوه باش ما تنعش لان راه المردوديه ما غتكونش الجسم ديالك شبع حبس ما تزيدش تكثر عليه لان الا كثرتي عليه غتخلق مشكل داخل وهذاك المشكل داخل نهار غادي يخرج يبان على برا تيولي مشكل كبير وما تنقدرش عليه لهذا فنسمعوا الجسم ديالنا حنا هادشي اللي كيخرج علينا نقول لك واحد القضيه لانه حنا صح هي من التقاليد ومن العادات ولكن كتكون يمكن من العادات ماشي هي هذيك اللي هي كناكلوا جماعه في طبق واحد نعم فما كتبقاش ترد البال شحال الكميه اللي كليتي انت ولا اللي كلا الاخر ولا اللي كلا الاخر وتدير وايدنا مع الجماعه وحرام كلينا الكثير ونخليو القليل وهذا فيه بركه فيه الاجر وانا كمل ما خصوش يبقى عشان تعاون عليه فهاد الكلام كامل اللي تيحمسك انك تزيد مثلا ضعف الجهد ديالك واخا انت شبعتي ولكن واخا عكس مثلا ثقافات اخرى اللي تحطك في التبصيل واخا لا انا ضد الثقافه ديال يتحط في التبصيل بالعكس الثقافه ديال اننا ناكلوا مجموعين حتى علميا عندها فوائدها نقدر نرجعوا لها من بعد. انا بغيت نشير واحد المساله نهار العرضه ماشي مشكله لا لا معروضه بصحتك ولكن في دارك ضرب وقيس هذه الاولى الثانيه العرايض ماشي ضروري يكونوا كل نهار ولا كل سيمانه انت معروف على حسب دابا هنا فين كاين المشكل حيت شوف انا ضد الناس اللي تيقول لك لا ما خصناش ناكلو انا لا كولي نهار تكوني معروضه بصحتك ضربي بسطيله ضربي الشوا ضربي المبخه ضربي الفيسه ما عنديش مشكل
ولكن في الايامات الاخرى اللي ما غاديش نكون انا اللي تنجري الماكله ديالي خاصني نجري الماكله ديالي بطريقه اللي حيت ماشي هذاك النهار هو اللي غيخسر ليك. لا راه النظام الغذائي ديالك اللي كاين طيله الاسبوع ولا طيله السنه هو اللي غادي يعطيك المشكل، راه ماشي حندزتي في حفره اليوم راه صافي الطوموبيل غتخسر. لا راه شوف انت كيفاش تتعامل مع السياره ديالك، نفس الشيء الجسم. دونك الا كنا حنا معروضين لجو عائلي جو حميمي جو اخوي ماشي مشكل، الا عرفتي يعني لا نسوميه وجينا عندك للدار راه غادي ناكلو ماشي مشكل. كيفاش نتعاملوا مع نهار العيد؟ واش مسموح ناخذ كل شيء؟ لا ماشي كلشي كنغديو نصومو مثلا ونديرو دابا هاد كلشي هنا فين كاين المشكل. حيت انت تدخل دابا مولات ولات واحد النقط واش ايجابيه واش سلبيه الله اعلم، بحيث انها ولات الحلويات يعني تتبع بشكل كبير، كاين هناك الانواع كاين هناك العارض الى اخره، ماشي مشكل. تتبدا في دارك، ربما غتبدا في دارك بالمسمن ولا بهذا، وغتبدا تاخذ عاوتاني الحليوه في دارك، وغتمشي الدور من دار لدار انك تاكل. غير ما نكثروش، غير وحيده بركه فهمتي، حيت ملي تجي تاخذ هنا جوج وهنا جوج وهنا اربعه وهنا جوج وهنا ثلاثه وهنا اربعه، راك تتكون فتي الكميه اللي خصك تاخذ في الشهر ماشي في السيمانه، وانت باقي تزيد تاكل وباقي غترجع لدارك تغدى ولا غتغدى عند الناس، وباقي كاينه الدوره ديال العشيه ولا غيجيو عندك الناس فاشي في يوم واحد. في يوم واحد بزاف، في يوم واحد بزاف بزاف، لان ما خصنا نمشيو تدريجيا، لان هذيك راه جهاز هضمي راه عضو، راه حنا دابا تنتخيلوا جسم بحال شي ماكينه خصها تخدم 24/24 راه اعضاء. شنو صحيا كتفضل سي نبيل عياشي ولا منا كنستافدوا نعطيو المعده ديالنا في اول حاجه غنبداو بها ان شاء الله نهارنا؟ كاين بزاف كذلك من العادات والتقاليد تيديروا يمكن ديك الحلوه ديال الهربال ولا ديال الشعير ولا ديال المبوله ولا تتكون شي حاجه اللي هي خفيفه تيبداو بها عاد كيبداو الفطور الكبير. بدنا نوصل لك السلام ديال الناس اللي تسلم عليهم فيسبوك تيقول لك تسلموا على سمية وانتم ماشي تسلم عليكم يعني. الخير وعواشكم مبروكة وتعيدوا وتعاودوا. باش نبداو هو باش نبداو خاصنا كاين هناك انزيمات اللي تتفرز السكريات بوحدها واللي تتفرز الدهنيات بوحدها واللي تتفرز البروتينات بوحدها، دونك بروتينات سكريات دهنيات، فتيخصنا نديروا واحد ليكسيتاسيون لهذيك الانزيمات باش انها تبدا تتفرز. ف ما خصناش ندخلوا الجسم ديالنا كميه كبيره، وهنا ملي تنهضر على الكميه تنهضر على السعرات الحراريه فوق التواجيز، لان لو طون باش غتبدا سيكريسيون ديال لي زونزيم وتبدا عمليه الهضم راه طلبنا مده طويله. المشكل هو ان في الايام ديال العيد ربما الفطور تيتسالى حتى 11 ولا 12 غادي يتسالى الفطور، وتيتهز الفطور وتيتحط الغداء، وغيتحط هذيك الغداء وغتحط طبلة العشيه، وغتهز طبلة العشيه وغيتحط العشاء بزاف. باش نبداو انا تنفضل زلافه ديال الحسوه في الصباح. انا نقول لك علاش، ماشي غير حيت كاينه في الدين وفي المجتمع ديالنا، ولكن انا نقول لك علميا علاش. حنا قلنا بان خاصنا الاكسيتي ولي زونزيم اللي غيفرزوا لنا البروتينات واللي غيهضموا لنا الدهنيات واللي غيهضموا لنا السكريات. من تناخذ زلافه الحسوه فيها هادو بثلاثه، فيها بروتينات وسكريات ودهنيات، فمن تاخذها الجسم تفرز الانزيمات اللي غتهضم هادي وهادي وهادي، وبالتالي ملي تمشي تصلي وتترجع تتلقى ديجا الانزيمات تفرزات، وملي غتاكل الاغذيه من بعد منها عمليه الهضم غتتم شويه بواحد الطريقه اللي هي مهيئه للهضم ديجا، ماشي بحال اللي نزلتي دان سلكو. من بعد كاين اتاي، كاين مسمنات، كاين حريشات، كاين بغرير الى اخره، ناخذوا حاجه واحده ماشي مشكل. انا غير الحلوه نحاول نبعدوا على الحلوه المقليه، ما يكونش شي حاجه مقليه في الزيت. انا قضيه الحلوه واش كاين اختلاف انواع الحلويات؟ طبيعه الحال لان الا كان هل الحلوه الخفيفه، هل الحلوه اللي مثلا فيها دابا لي صابلي ما فيهمش سعرات حراريه، حيت اللي فيها اللوز ومكسرات وداك الشيء كامل، ولا كان مثلا فيها الشوكولات غتزيد، لان باش نشير لواحد المساله اللي خاصنا نشيروا لها هو ان في غالب الاحيان وهذه حتى في ديورنا فاش نبغيو نصايبوا الحلوه بالشوكولات راه ما تديرش الشوكولات لو فغي شوكولا، راه تدير الشوكولات العادي اللي عامر ربما زبده وعامر سكر. فهذيك الحلوه اللي غيكون فيها اللوز وفيها الطحين وفيها السكر وفيها الشوكولات غيكون فيها سعرات حراريه اكثر من وحده اخرى فيها غير اللوز، وهذيك اللي فيها اللوز غيكون فيها سعرات حراريه اكثر من هذيك اللي ما فيهاش اللوز. فنحاول نبعدوا انا ما تنقولش الناس ما تاكلوش، كلوا حليوات ديالكم نهار العيد، فرحوا بروسكم نهار العيد، ديروا داك الشيء اللي بغيتوا نهار العيد، ماشي غير نقيسوا غير نضربوا نقيسوا. شنو هي الحلوه اللي كتشوفها فيها النوعيه الشروط شويه صحيه وما فيها بس تقدروا ناكلوا؟ انا تيعجبني الفقاس. فقاس
انا تنظر على راسي انا تعجبني انا تعجبني ما عرفتش انا تعجبني الفقاس انا شخصيا تعجبني الفقاس ويكون مقطع رقيق ما يكونش مقطع بليط هذا سي دائما عايز الارقام مستمعاتي مستمعينا ونشارككم هذه الدريسه هذه دائما الى عندكم اي سؤال كيف ما شر سينا بالعياش كيفاش نحضروا الهيئو الجسم ديالنا في استقبال ربما التغذيه ديالنا لان غنشوف النهار الاول ديال الفطور خاصنا نبداو بطرق صحيه وسليمه يمكن ان فهمنا بزاف ديال النقاط مهمين واساسيين خاصنا نمشيو بالتدريج عمرنا ما نعطيو الامر دفعه واحده دائما على نفس الارقام 05 22 30 30 00 او رقم ثاني اللي هو 05 22 31 33 33 عبروا كذلك على الاسئله ديالكم او الاراء ديالكم عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو ام اف ام اوفيسيال كما كيشير لي زميلي عادل محمد معنا مكالمه مرحبا بنا السلام عليكم وعليكم السلام اختي استاذه كنقول لك مبروك العواشر كنقول المحترم مبروك العواشر سي عزيز الروماني كيستقبل المكالمه طرحوا لي محمد من الناظور الله يخليك سيدي محمد مرحبا بك والناس ديال الناظور اش اخبارك نتمنى لكم ان شاء الله يبارك فيك كنتمنى للاميسين واحد العيد كبير ان شاء الله وكنتمنى للصحابه ديال الاميسين يعيدوا بالصحه والعافيه ان شاء الله واحد من اللي كيستقبل المكالمات الصحابه كاملين عندي سؤال عزيز مرحبا حبيبي بارك الله عليك مبروك العواشر الله يبارك فيك علينا وعليك الله يكبر بك الحمد لله وراك عزيز علينا الله يكبر بك زعما راه كنقراو منك كبر بك دايما انا الله يبارك فيك لا يعطيك الخير ربي يعاونك ان شاء الله ربي يرزقك ان شاء الله وولادك والعائله ديالك كامله عندي واحد السؤال الى بغيت مرحبا 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 دابا حنايا في رمضان ملي كنصومو كنشرب مثلا الحليب والحليب الاول والحليب ماشي ملي كيجي نهار العيد نهار العيد الفطر حنايا كنصبقوا هذاك الشيء ديال المسمن وهذاك الباستيلي هذاك الباطو هذاك الشيء كتوقع الماء عداه كتكون فيها واحد الحراره هذاك النهار اللي كتكون مع الصبح هذاك الباستي هذاك الباطو هذاك المسمنات ولا هذاك خريندو تلقى الماء عداه ديالي انا تلقى النار بالنسبه لي الا درت الروس بالحليب نعم كنكون مرتاح الا شربت مثلا الحليب مع السكر الحراره في الماء عداه باش الا كليت الروس والحليب كنكون مرتاح زعما كيفاش تقول لي غير السؤال زعما هذا سؤال مهم شكرا لك اخويا وشكرا للناس ديال الناظور وتحيتنا لكم وعواش مبروكه وربما كثير ديال الناس فعلا كيعانيو من هذا المشكل حموضه المعده او نعم. مثلا سوء هضم توقع بعد مباشره مثلا ناكلوا ذاك الفطور ديال الصباح هذا الشيء اللي قلنا لان راه جهاز هضمي عباره عن اعضاء اللي هي فراجيل اللي هي حساسه اللي ما خصناش نتعاملوا معها بحال شي كما قلت قبيله بحال شي ماكينه فاكيد ان التخلاط بهذا المفهوم هذا ديال الاغذيه غيكون عنده بعض النقاط اللي هي سلبيه يعني انك تخلط الروز مع مثلا المسمن مع الحرشه مع البغرير مع الحلاوي اكيد سيؤثر لان هنا عندنا بزاف ديال النشويات ربما كاين اللي غيطرح سؤال انا يقول لك علاش شحال هادي كانوا تيديروا هادشي وما كانوش تيعانيوا من هذا المشكل فشحال هادي ما كانش هاد انواع الحلويات كلها هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه ان كان طيله السنه الاعضاء مرتاحه الاعضاء مزيانه حنا الاعضاء ديالنا دابا طيله السنه وهي في مشكل لان ما تتحبش من 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 العمل فملي تيجي ديك اليوم ديال العيد وتنزيدو نبركو عليها وتنزيدو نعمروها هنا تيوقع المشكل فخاصنا نمشيو بواحد الشكل وبواحد الطريقه اللي تكون سلسه بواحد الطريقه اللي تكون ذكيه مع الجسم ديالنا كيف ما كان عجبت لي التعبير ديالو قال لك ان تتشعل فيها العافيه صح لان المعده تتستقبل كميات كبيره في وقت وجيز وهذا خطا واخا حتى قلتي لازم ولا اليوم حنا النظام الاكل ديالنا كله تغير نبيل ما بين زمان وما بين اليوم بزاف الامور اللي تغيرت فاكيد غيكون عندنا هاد الاعراض هادي كنحسو بها دائما نعرف الارقام على مكالمه اخرى الو السلام عليكم الو السلام عليكم اخت سميه وعليكم السلام لاله عواشك مبروكه الله يبارك فيك تحياتي ليك مرحبا 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 بك لاله نشرفوا بالاسم كريم شكون معنا يزيدي مليكه من فاس لاله مليكه من فاس مرحبا بك تفضلي ربي يخليك وعواشكم مبروكه انتم باش تمنيتوا يا ربي يا رب العالمين هذا سينك العياشير السؤال ديالي هو انا بعدا نقول لك انا نفس تقول لك تعجبك الفقاس وانا يدي في الفقاس نعون فيه الله العظيم يدي في الفقاس صحتك ونقول الحمد لله هذا الفقاس دارته هو المهم صحتك بصحتك بصحتك اول حاجه انا تنبدا بالفقاس بصحه وراحه لاله بصحه وراحه ربي يخليك هذا السؤال ديالي هو المهم حنا السيدات واخا تنديرو
هذا دواز داساي راه ما تناكلوش. تياكلو رجال. اه عينينا تتمشي خص ندير هذه وندير هذه، انا بعدا تنزلو في الطبله تعجبني ننزلو، ولكن باش ناكلو ناخذ منه بزاف ما تناكلوش تقريبا كله، غير تنضيع وقتي ونمزه وداك الشيء. غير هو واخا ما تناكلش انا هذا الشيء دواز داساي وداك الشيء، انا المشكل ديالي عندي ابيليا السمنه، واخا ما ناكلش هذه الحلويات الا فرطت شي حاجه غير قليله عندي ابيليا السمنه كيزيد في الوزن. نعم هذا السؤال ديالي، شنو المعمول؟ واش من المهم الحرشه وهذيك المسائل؟ انا نمشي نجاوبك ان شاء الله، نجاوبك ان شاء الله على السؤال ديالك. ربي يخليك وتنتمنى لكم عيد مبروك. شكرا شكرا على اختك والمستمعين كلهم. الله يكثر خيرك لاله مليكه، شكرا لك بزاف. وهذيك هي الام تتعطي وما تتاخذش، ويمكن هي شفتها وعينها خصها توجد بكثره ومخا ما تاكلش هي. حنا غادي نجاوبك لاله مليكه بعد فاصل اعلان قصير، ومن بعد راجعين غادي نكملوا صحتي في ماكلتي. يلا رجعنا معكم مستمعاتي مستمعينا، صحتي في ماكلتي دائما على نفس الارقام 0522 30 30 00 او الرقم الثاني اللي هو 0522 31 33 33، او كذلك عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو ام اف ام اوفيسيال. وما تنساوش الناس اللي كيتابعونا عن طريق الانترنت www.radioamfm.com، وكذلك الناس اللي كيتفاعلوا معنا، الناس كيبعثوا لنا الميساجات ديالهم، الله يخطيكم علينا وشكرا لكم بزاف من صميم القلب. نمروا عادي لسي نبيل معنا مكالمه. مرحبا. يلا ونجيبوا لاله مليكه. مرحبا. مرحبا. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا. واش مبروكه؟ اش اخبارك؟ مبروكه واش لكم؟ الله يبارك فيك علينا. استفدوا منك بزاف. الله يكبر بك، شكرا على اختك. بارك الله فيكم وكنشكركم جزيل الشكر. مرحبا بك، الله يكبر بك. بالنسبه للسؤال ديالي دابا كاين الحلاوي اللوز وكاوكاو. نعم. شكون اللي فيها الحراره كثيره، واش كاوكاو ولا اللوز؟ واخا ان شاء الله. واخا زوينات. السؤال زوينات. شكرا لك، وحنا دائما مرحبين بكل اوفيائنا اصدقائنا اللي كيتبادلوا معنا اكيد الافكار والنصائح وتعطيونا اسئله. نمشيو نجاوبوا لاله مليكه من فاس. على واحد المساله ديال كاينين الناس اللي معرضين اكثر من غيرهم للزياده في الوزن. زياده في الوزن، كنقول لك واخا ما كناكل شيء كنزيد في الوزن. نعم كاين هذه المساله هذه، تيكونوا الناس معرضين اكثر من غيرهم للزياده في الوزن، لان على حسب لو ميتابوليزم ديالهم، هذه المساله اللي ما تنقدروش نتحكموا فيها، فقط يكفي انها تزيد في الحركه ديالها. يعني ملي تنرفعوا من الحركه تولي الانسان تينقص في الوزن، بطبيعه الحال خاص ينقص كذلك من النظام الغذائي ديالو. بالنسبه لشكون اللي احسن، واش شكون اللي فيه سعرات حراريه اكثر، واش اللوز ولا كاوكاو؟ تقريبا كيف كيف، لان داخلين في نفس الخانه ديال 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 المكسرات. المكسرات هي فيها فيها دهنيات، جوج بهم فيهم الدهنيات، فدرناها باللوز ولا درناها بكاوكاو تبقى تقريبا نفس القيمه الغذائيه تقريبا. كاين هناك اختلاف ولكن ما تناخذوش بعين الاعتبار، تبقى من بعد على حسب المذاق ديال كل شخص اشنو تبغي في الحلوه، واش اللوز ولا كاوكاو. واخا ما كيختلف في الثمن. تيختلف في الثمن، هذا هو المهم. من صورات هما واحدين. واخا نمشيو معنا مكالمه، ودائما على نفس الارقام 0522 30 30 00، او رقم ثاني اللي هو 0522 31 33 33. شاديه كتسولك على النظام اللي قلتي ديال الريجيم ديال الماء، فقط الماء، تتقول لك واش نقتصر فقط على شرب الماء ليل نهار، ولا كاين وقت خاص ومن بعد نبداو ناكلوا اكل عادي؟ لا الوغ، النظام ديال شرب الماء هو ما نعتمدوش غير على الماء 24 ساعه، هذا خطأ. فنفطروا مثلا نشرب، انا اللي قلت ان اللي بغى يصوم اللي بغى يكمل في الصيام، ولكن الهدف ديالو ماشي هو الصيام الديني، الهدف ديالو هو الجسم ديالو يتلقى يقدر يدير غوبا وحده في النهار. مثلا الفطور صافي، غيفطر مزيان وغيبقى النهار كامل تيشرب الماء، يمكن له يتناول معاه شويه الدلاح شويه البطيخ ممكن ياخذها ويدير وجبه اخرى في الليل اللي تقدر تكون عباره عن حساء خضار، تقدر تكون عباره عن زلافه ديال السايكوك، تقدر تكون عباره عن ماشي يكون نهار كامل غير في ماء. لا ماشي ميمكنش يدخل المواد، لان الا بقينا عاوتاني النهار كامل الماء فما واحد الوقت غتجي غنوليو تنسخفو غنوليو تنعياو غنوليو. شحال كاين شي مده خاصه ديال هذا الريجيم اللي كيعطي هذا النظام الغذائي اللي غنفطر مزيان وغنبقى في خلال اليوم غناخذ الفواكه وبالليل او مثلا في النهايه ديال النهار نقدر يكون عندي هذاك هو الغداء، او غنختم بجوج ديال العشاء نقدر نديرو الصيف كامل. انا قلت لك شوف المعلومه ديال ثلاثه الوجبات في اليوم سالات، ما بقيناش خدامين بها. واخا لا يجب تناول ثلاث وجبات في اليوم، من يتناول ثلاث وجبات في اليوم بدون احساس بالجوع بين الوجبتين راه ما كايناش. خففتي علينا ديك نفكر واش غنديروا الفطور، نفكر واش غنديروا الغداء، ما خصهاش تكون. قال لك عادي ما متفقش هو ثلاث وجبات. الا هو متفق الجسم ديالو راه متفق لداخل. اجيب هذا الريجيم كنقصوا الوزن بطبيعه. شوف خصنا ناكلوا على حسب الجوع. نطرح السؤال، فيا الجوع غناكل، ما فياش الجوع ما غاديش ناكل. سؤال مهم قال لك عادل محمد، قال لك ولي ضعيف. الوغ اللي ضعيف راه يقدر يكون مشكل هذيك الماكله اللي تياكل بزاف، تياكل ماكله خايبه، ما
ما تيبقاش عنده عمليه الامتصاص بشكل عادي، لان اللي تيتغدى كل نهار بالفريتو المونادا الفريتو المونادا الفريتو المونادا راه ما شوف شي مشكل اللي جاي راه قلت هذاك النهار سميوعك النحافه قلتي المشكل اللي جاي هو مشكل النحافه صح خصنا نديرو شي حلقه ان شاء الله افيك بليزير يلاه نمشيو ناخذ مكالمه الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله اهلا وسهلا سيدي واش مبروكه واش بخير الحمد لله مرحبا بك مبروك واش لكم تحيه للسي نبيل الله يكبر بك اخويا الله يحفظك والتحيه اللي كيشرف بالمكالمات هو شير مبروكه الله يعلينا عليك علينا عليك معك حسن من بنكريس مرحبا مرحبا بسي حسن عندي واحد السؤال سيدي الله يجزيك بخير تفضل مرحبا النهار العيد كيوقع عندنا واحد المشكل بالخصوص في الباديه اللي هو انت كتبغي تزور العائله ايه وانت مازال ما قديتي حتى كل حاجه وخاصك دير الصوره تمشي عند الانسان تقول ليه مبارك عاشرك لاباس بغيت تخرج يقول لك لا والله ما تخرج وين نعم يحلف لك بالله نعم ملي تقعد تيجيو الماكولات والحلويات وهذاك الشيء نعم انت تقول واخا ما كاين باش نهز واحد شي بركه وتيبدا يحلف لك والله تاكل نعم نعم اش نديروا في هذه القضيه سي نبيل شوف هو الحمد وشكرا شوف الحمد لله باقي عندنا هذا الشيء في العادات ديالنا راه الحمد لله باقي عندنا يعني صله الرحيم وزياره العائلات وان الناس تعرض عليك وتتمشي عنده على غفله وتتاكل راه في مجتمعات اخرى راه الا ما علمتيش بسيمانه قبل راه ولا لدقتيه راه واخا تدخل الدار راه تلقى زلمه الحمد لله احنا شوف هذه الله يدوم احنا تنتمناو هذه العادات هذه تبقى غير هو بحال دابا هاد المساله ان الماكله تحط اللي قد على شي حاجه يديرها داك بعض الاحيان تنبقاو نفرضوا على الشخص انه وتنحلفوا عليه وتنحلفوا عليه فاحنا ما عارفينش ربما داك الشخص عنده مرض ما قالولناش يعني ربما تخيل معايا شخص عنده مشكل داء السكري مثلا صح وهو ما قالش العائله بان فيه داء السكري وانت تتفرض عليه انه ياكل هذا مشكل اولا شخص يعاني من مشكل على مستوى المعده وعارف بان ديك الاكله غادي تضره وانت تتحلف عليه انه تولي بين واش يدير لك خاطرك واش يدير خاطر المعده ديالو تيولف فنحطو انا مع الكرم انا مع الجود انا مع التهليه مع نديرو ما عندناش مشكل تحط الماكله الناس اللي بغى ياكل مرحبا به اللي تيحشم غادي نقولها له مره ولا جوج ولكن ما بقاوش نبركو لان بعض الاحيان كاين بعض الناس اللي تيكون عندهم مرض من الامراض هما وسورتو ملي تيكونوا الناس مجموعين بزاف وهو ما قادرش يقول لك راه عندي ذاك المرض وانت تبقى تبرك عليه ف هنا تيكون مشكل. طيب حرقة المعدة نبيل نعم. من الأمراض يمكن كثير منتشرة كتكون في رمضان وحتى نهار الأول العيد نعم فحرقة المعدة شنو نهار الأول العيد يعني الحرقة هي اللي تتكون يعني هذيك الحرقة المعدة لأن كيف ما قلنا قبيلة كيف ما قال الأخ من الناظور العافية تتشعل في المعدة لأن ها النشويات ها الدهنيات ها السكريات ها الشوكولات ها شي حاجة مقلية في الزيت في وقت وجيز لان راه كاين تيدير الدجاج مقلي في الغداء هذه كاينه في بعض العادات اللي كاينه تتكون يوم العيد فغير الناس اللي عندهم اصلا المشكل ديال القرحه ضروري خاصهم الاستشاره قبل يوم العيد الناس اللي تيحسوا بالقرحه راه خاصهم يردوا البال ان كيف ما قلت قبيله ياكل ويقيس لان هو عارف مثلا هاد الاغذيه فيها الدهنيات بزاف هي اللي تخلق له مشكل غناخذ وحيده غادي ندوق وغنحبس اولا هاد السكريات هما اللي تيديروا لي مشكل غناخذ وحيده وغادي نحبس ما نبقاوش علاش قلت ان الناس اللي غادي يجوا عندهم ناس ضيف ما نبقاوش نبركوا عليهم يقدر يكون هو مثلا عنده قرحه المعده وحشم يقولها لك ولا ما قدرش يقولها لك وانت تتبرك عليه لا والله تزيد لا والله تاكل نعم هادشي عندنا هادشي مزيان في العادات غير دابا راه خاصنا نردو وناخذوا بعين الاعتبار الحالات ديال الاخر واخا نايمين عابر صفحتنا على الفيسبوك سامي ماهر تقول لك الله يخليك سي نبيل العياش يقول لنا شنو نقدروا نفطروا في الصباح ديال العيد هو قال لك بدا بواحد حسوه مزيان خفيفه مزيان ومن بعد سير صلي ومن بعد رجع خذ مسمنه ولا حريشه ولا بغريره ما عندناش مشكل كاس ديال اتاي ولا هذا حليبه ولا جوج تنظن كافيين كافيين تنظن كافيين كافيين علاش لان هو شحال ما كليتي قليل في دارك شحال ما مزيان لان غتخرج ضرب الدوره الناس يخرجوا يتمشاو كذا هذيك الدوره اللي غيديروا يحط الموبيل بعيده يمشي على رجليه لان داك الشيء راه خصو يتحرق عاوتاني راه تتبقاو كول 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 وحنا جالسين ربما غير السياره ولا الطاكسي فهذا هذا يزيد الطينه بله هذا راه مشكل ومن بعد العيد فمزيان ان الناس يكملوا في شوال واللي ما بغاش يصوم شوال فعلى الاقل يدير هذه المساله اللي قلت انه يدير صيام ماشي 100% صيام ديال 50% اللي من الفطور او يقلل عدد وجبات قلنا فهو ثلاثه الوجبات ينقص شويه ويبقى غادي مساير هذا الوتيره اللي حنا غادي عليها طيله شهر رمضان
لا لا هذه وتيره. شوف خصها تبقى سنه كامله وجبتين في اليوم كافيين. ما بين الوجبتين الرئيسيين فاكهه او تمرات او شي حاجه اللي غادي خفيفه. واخا غادي نمشيو للاسف انا الوقت تمر بسرعه نمشيو ناخذ اخر اتصال. الو السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا مبروك على بشرك. الله يبارك فيك. سميه صافا الحمد لله مرحبا بك تفضلي. اخبارك اختي هادي لاباس عليك مزيان؟ الله يبارك فيك الحمد لله. فيك شكرا. الحمد لله نبيه شي لاباس عليك؟ لاباس اختي انت لاباس عليك وشي بخير؟ الحمد لله. كي دايره مع رمضان مزيان؟ لاباس اللهم لك الحمد. ما غلبكش رمضان؟ نعم. ما غلبكش رمضان؟ لا لا ما غلبنيش الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. نعم لاله مرحبا. انا كيلو طول ديالي يعني متر و50 واش يعني طول ديالي مع الوزن ما عرفتش. شحال الوزن عندك؟ 79 دابا. باقي خصك تزيدي تهبطي شويه باقي انت متر و50 قصيره شي شويه باقي خصك تزيدي تهبطي. شحال؟ ومازال واحد 15 كيلو على الاقل. 15 كيلو صحة وراحة. وفرحات 15 كيلو وفرحات. عيد مبارك سعيد. الله يبارك عليك. تبارك الله. شكرا لك بزاف عواشك مبروكه واخا ما تشافناش باسم كريم بغينا نشوفوا المدينه وناخذوا شويه تفاصيل. طيب مادام انك انت هي اخر مكالمه نعطوك اخو لاصه بسيطه نبيل باش يوقع الفكره راس خف بزاف ديال المغاربه اللي ما تمكنوش يمكن يسمعونا من البدايه. نعم. الخلاصه هو ان هذه المساله ديال الصيام نحاولوا نخليوها من بعد شهر رمضان بشكل كيف ما قلت لايت ولا بشكل ديال 50%. انا ما تنعاود ناكد ما تنهضرش على الصيام الديني. اللي بغى يدير الصيام الديني الله يتقبل. الناس اللي ما قادرينش يصوموا لان كاين الله يحسن العوان ما تقدرش يكمل الصيام فعلى الاقل يدير الصيام اللي غادي يفطر في الصباح وغادي يعاود ياكل في العشيه يعني غيبقى واحد 12 ساعه ولا 10 سوايع على الاقل بلا ما ياكل وما بين هذيك العشرة ساعات غيشرب الماء غياكل فواكه باش يلاجه الجوع. فما نبقاوش نديرو ثلاث وجبات رئيسيه. هذه مساله الان في علم التغذيه ما بقاتش يعني تنعتمدوا على الجسم ديالنا منين يجوع غادي ناكل ونعتمدوا على وجبتين الفطور الصباح والغدا يكون معطل مع الاربعه ولا الخمسه ديال العشيه باش الجسم ديالنا تيبقى دائما مرتاح والجهاز الهضمي تيبقى دائما مرتاح وتنبقاو دائما نحققوا الاهداف ولو القليله ديال الصيام اللي هي اهداف كثيره تنوليو نحققوا شي شويه منها بشكل يومي باش نتفاداو لان الهدف من هذا الشيء كامل اشنا هو نتفاداو المشاكل الصحيه اللي تنوقعوا فيها. كنشكرك نبيل عياشي على هذه الفرصه اللي عطيتيها لنا صراحه في اجواء اذاعه ما فهمت تعلمنا بزاف ديال الامور استفدنا خصوصا ناقشنا بزاف ديال النقاط اللي كانت اساسيه جدا في شهر رمضان الكريم. الحديث معك ممتع وشيق ولا العدم متبادل انت اكثر ويمكن ما عرفتناش واش ان شاء الله نهار الاربعاء غادي يكون يوم الاربعاء ولا لا. الا ما كانش غادي يكون عندنا فرصه كذلك نلتقوا ان شاء الله مع المستمع الكريم. الا ما كانش تنقول لك عيد سعيد ينعاد عليك بالصحه والسلامه والعافيه ان شاء الله والاسره ديالك صغيره والكبيره ايضا الفان ديالك على صفحتنا على الفيسبوك. شكرا ولكاع الناس ديال عائله ام اف ام ونحن هذه الفرصه خلال هذا الشهر المبارك واللقاء ان شاء الله عام قريب ان شاء الله. ان شاء الله لان موجودين افكار ونصائح بزاف. تبعونا دائما على امواج اذاعتنا ام اف ام رفقه المتخصص نبيل عياشي. شكرا. فالمفاجات ان شاء الله في الايام القادمه بحول الله. الله شكرا لك علي محمد على المتابعه ديالك الفنيه والتقنيه وكنتمنى لكم مستمعاتي ومستمعينا نكونوا قدمنا لكم جزء بسيط من الفائده والمتعه وتكونوا استفدتوا من كل هذه النصائح وتطبقوها بارض الواقع ديالكم لان هذا الشيء فيه غير منفعه لان صحتكم في ماكلتكم في امان الله. شكرا.